شوفي راه انا بعد هاد اليد راكي مضايقاني. حيديها. لا لاي 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 طقطق الباب. وبينا بينا بحالها ما لقاش. وبينا بينا خليني نقول ليهم نين مخسنا غير الطاوله بحشي شوافه جيتي. يا يا خيتي عرفتي راه كيخونك. سلام سلام بنات، مرحبا بكم فيديو جديد في القناه ديالي صفاء بيوتي. اول حاجه غادي نقول لكم سكو غبرت عليكم. انا عارفه غبرت غبره ديال الصح، يعني مشيت وما وليت نيت بزاف اللي قالوها لي. شكرا بزاف للبنات اللي كيهضروا معايا سوغ انستغرام تيقولوا صفاء فين مشيتي. ايضا في اليوتيوب صفاء غبرتي علينا، شكرا بزاف لكم. وايضا كنشكر بزاف الناس اللي لاحظوا هذا الشيء ودخلوا كيسولوا فيا اختي، ودخلوا كيسولوا شنو كدير فين مشات، واش كاينه شي اعمال جديده، واش كاينه شي حاجه جديده. دونك هذا الفيديو هذا غادي يكون فيديو كيسيون اي ريبونس بالنسبه للبنات اللي جداد، وايضا الناس اللي قدام اللي خلاو لي بزاف ديال الاسئله في الانستغرام. الا ما كنتيش كتعرفي الانستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال، كنظن انا غنخلي لكم هنايا، دخلي وتابعيني فيه. هاد الفيديو دابا ما غاديش نقدمه لكم بوحدي، غادي يكون معي واحد لا بيرسون، دونك خليكم معي في الفيديو وما تمشيو فين. سو الحاجه اللي غادي نقول لك قبل ما نبداو لا فيديو هي ما تنساش انك تاخدي شي حاجه تاكليها، اولا شي كافي تشربيه، اتاي تشربيه، عصير، مونادا، اللي بغيتي انت. لحقاش شويه الفيديو غادي يكون طويل، وماشي طويل بزاف، ولكن المهم راكم شفتوا شحال فيه في لا دوغي. يستحسن انك تاخدي شي حاجه تشربيها وفي نفس الوقت تركزي معايا مزيان باش تعرفي عليا اكثر. مهم البنات، بالنسبه لي كيسيون انا مدخل هنايا كاع لي كيسيون اللي هما مهمين واللي ما معاودينش. هي اختي غادي تقرا لنا كيسيون باغ كيسيون، غادي نحاول نجاوبكم بصراحه. عرفتيني كنعرف باش اكيد تعرفي تقراي الخط ديالي، باش الناس اللي جداد يتعرفوا عليا اكثر، الناس اللي قدام نجاوبهم على هاد لي كيسيون. بالنسبه للناس اللي جداد كاين شي اسئله اللي نتوما باغيين تعرفوها، دوك الاسئله كاينين في لي فيديو القدام، واخا كاين شي حوايج تبدلوا، ولكن المهم تفرجوا في الفيديو. صفاء اول سؤال، راكي قلتي انت براسك في الاول، فين غبرتي؟ بالنسبه لفين غبرت سؤال مهم، وبزاف اللي تيسولوني صفاء فين غبرتي. انستغرام ما بقيتيش كتحطي لمده 7 ايام ما حطيتي لنا حتى حاجه، لمده 5 ايام ما حطيتي لنا حتى حاجه. لي ستوري انا ما عمر وقعت لي في لي ستوري ديال انستغرام يخواو، يعني ما تلقاو حتى شي ستوري، ما عمر وقعت لي، ما عمرني وقفت الخدمه ديالي، يعني لا في الاشهارات ولا الخدمه مع الناس، يعني الكولابوراسيون ولا شي وحده كتطلب لي ماكياج كنقول لها اختي ما خداناش، ما قدرتش نخدم حتى لهاد البيرود هادي. دونك غابره عندي شي حوايج اللي هما زوينين، اكيد زوينين، وان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم في الوقت اللي هو غادي يكون كيستاهل، فهمتوا؟ دابا ماشي الوقت باش انني نقول لكم شنو كاين وهادي وهادي، مي ان شاء الله في لو بلو بروش غادي تعرفوا، غادي تكون شي حاجه اللي هي زوينه ليا وليكم. علاش بعض اليوتيوبرز كذابات وكذابين؟ علاش بعض اليوتيوبرز كذابات وكذابين؟ كيتصنعوا، كي يعني ما كيعرفوا، ما عندوش مصداقيه، كيبارطاجيو نابوك هادوك تيكونوا باغيين غير الربح. هادي اول حاجه، ما كيهموش المتابع ديالهم، يعني تقدر تجي تبارطاجي معاك مثلا الى جات واحد الشركه هي ما كتعرفهاش وتقول لها كيهضر لنا على البرودوي هذا ونعطيوك ها شحال وها شحال، واخا يكون برودوي موديل غادي تحطو ليكم وتقول لكم فوالا هاد البرودوي شنو شنو شنو. دونك المشكل كيكون في البنت، كتكون همها غير الفلوس، يعني ما همهاش المتابعين ديالها والثقه ديالهم فيها وداكشي، ما كيكونش ما كتكونش مسوقه اصلا، تقدر تحط نيمبورط كوا. علاش ساكنه بوحدك؟ علاش ساكنه بوحدي؟ دونك انا ما ساكناش بوحدي، هادي نيميرو 1. بالنسبه للبنات اللي تيشوفوني تناخذ راحتي في الهضره، في التصوار، في الدار، كندير انا هكاك دايره، يعني ما مثلا كيش نقول ماشي ما كنفكرش لواحد اخر، ولكن واخده راحتي صافي ترونكيل، عارفه راسي مثلا ادي حد. دونك عادي ماشي ما كايناش بوحدي، دونك كاينه هادي، كاينه ماماها، كاين باباها، كاين خوها، هادي اللي هي بنت خالتي، كاين ماما، كاين بابا، دونك فوالا هادشي اللي كاين. واش عمرك تعرضتي للتهديد؟ اكيد. شكون ما قلتي ليش؟ اكيد اكيد لا، ماشي تتسي ما تيكونش هكا تهديد، يعني كتكون هكا شي علاقه ديال شي بنت ولا شي علاقه ديال شي واحد كيدخل باغ اكزومبل كيدخل انستغرام تيخلي بحال هكا، بحال داك النوع. دونك وهذاك النوع عادي، ولكن شي وحدين كتدخل هكا كتفتحي الباج ديالك انستغرام كتلقي واحد تيقول لك ولا وحده نشدك ندير لك نفعل لك هادي تنكرهك، واش سيبها، واش
هي وقعالي وقعالي تهديد، واي واحد من مثلا منا راه ماشي ضروري تكوني معروفه، واخا تكوني انت مثلا اللي كتفرجي فيا كاين اللي غيوقع لك تهديد، ولكن كيكونوا مرصين اكثر على الناس اللي تيكونوا معروفين. كيف في الحاجه اللي انا ننصحكم بها بالنسبه للناس اللي تيكونوا معروفين او تيعرفوهم بعض يعني النسب اللي تيكونوا تيشاهدوهم، من الاحسن انك فاش تكوني فشي بلاصه ما ديريش لوكاليزاسيون، ما تلوكاليزيش راسك فين انت تتخرجي من ديك البلاصه، فهمتوا يعني نصيحه ماشي غير عليا انا او حتى عليك انت، فاش تكوني جالسه فشي بلاصه بغيتي تبارطاجي سوغ انستغرام سوغ يوتيوب شنو ما كان، تتخرجي من ديك البلاصه عاد حطها هي واللوكاليزاسيون ديالها، سينو كيوقعوا بزاف ديال المشاكل. راه غير دوك الدوريات لا بدا دوك الدوريات دوك الدوريات اللي ذبحوهم شمهروش، هذوك راه غير بلوكاليزاسيون، دونك بلوكاليزاسيون شافوهم مشاو عندهم. هادشي اللي بغيت ننصحكم انا باس. لمن كتعاودي اسرارك عندكم شفتوا شنو اللي بدوني قرروني واللي بغى يعرف شي حاجه لي لا هادي تعرفوا شنو انا ما كايناش انا هادي ما كايناش زيد اوكي كيفاش وليتي قويه كيفاش وليت قويه بالتجارب ما قويه شكا بدا اول حاجه اللي بغي نقولها لكم انني انا ماشي قويه مثلا انا وهادي اولا انا وشي انسان اللي هو بروش ليا بزاف راه غير في النقاش تنكون تنتحاور تنبكي هي في حوار تنبكي قويه مع البراني فهمتوا انا مع البراني يقول هذيك ما كتبكيش هذيك صعيب نهضر معها هذيك ما نزعمش عليها فهمتوا بحال هكا كنبين لبنادم انني نقدر نقول لكم هو كيشوفها تكبر يعني انا دايره ها وهادي لا انما هذيك الثقه في نفسي وفي نفس الوقت ما كنبغيش نبين لبنادم انني ضعيفه ولا نقطه ضعفي شنو هي اولا هادي فهمتوا بحال هكا دونك احسن حاجه والنصيحه اللي نقدر نعطيكم هي ديما 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 بيني العكس ديال شخصيتك انت كنتي ضعيفه بيني راسك قويه قويه لواحد الدرجه ما يمكنش يعني بنادم راه شحال من واحد انا ما كانش كيعرفني فاش عرفني تيقول لي كنتي كتبان ليا متكبره كتبان ليا حاسه براسك وقويه وكنخاف نهضر معاك لهاد الدرجه كيقول لي كنخاف نزعم نهضر معاك ولكن مزيانه بالنسبه ليا انا عجبتني الانسان خاصو يخاف ينبشك فهمتوا كملي كيفاش كديري تحققي اهدافك مازال بالنسبه لكيفاش كيفاش كنبدا نحقق الاهداف ديالي صراحه هي سهله جدا مع عمر اهدافك يتحققوا في دقه بعدا هادي نيميرو 1 نيميرو 2 الحاجه اللي ديري هي تراسي اهدافك عرفيهم بعدا انت شنو هما الاهداف ديالك مثلا انا حطيت نيميرو 1 2 3 4 5 وانا غاده يعني اللي حققته كنشطب عليه اللي حققته كنشطب عليه وكنبقى ديما تنطمح لواحد الحاجه ما اكثر فاش كنوصل لواحد الحاجه كنقول الحمد لله وصلت لها ولكن خاصني نزيد لواحد الحاجه اخرى وانا غاده بحال هكا واحد الاضافه تفاؤل خيرا تجده والله الا بصح شحال من حاجه كنت كندير انا بالضحك كنقول لا غندير هادي وغندير هادي بصح كتصدق الحاجه باش كتامني بها كتصدق كيفاش وصلتي لمرحله مصالحه مع نفسك وكديري اللي بغيتي شنو نقول لكم ماشي وصلت للمرحله مين تزاديت وانا تندير اللي بغيت يعني ماشي كنت ما كنديرش اللي بغيت ودابا وليت كندير لا هي تزادت شي حوايج درتهم انا من راسي ولكن من الصغر وانا اي حاجه هذا قالها لي كنمشي نديرها سواء غناكل فيها قتله سواء ما غناكلش فيها قتله ما في الحبان درت كوارث في حياتي اي حاجه كيقولها لي راسي كنمشي نديرها صافي فيها في الربحه فيها ذبحه ثاني حاجه اللي نقول لكم بالنسبه لدابا يعني فاش كبرت كيفاش نقول لكم كيفاش بغيت نعاود عاوتاني السؤال باش نزيد كيفاش وصلتي لمرحله مصالحه مع نفسك كديري اللي بغيتي يعني كان مثلا كانت عندي شي حاجه كنحطها قدامي ياك كنشوف واش غنادي فيها شي حد اهم الناس اللي تنفكر فيهم هي امي وبا بوان فينال تنفكرتي شي واحد الوالدين ديالي تسكتي الوالدين ديالي كنشوف واش غادي تاديهم واش يعني بنادم يهضر فيا من بعد واش غادي نجرحهم واش 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 كنشوف على انها الحمد لله كنديرها صافي السيد اللي هنا كنشوفك ما فينا هضري مزيان ما تفهموكش اثبتني السيد اللي كنا كنشوفك معاه فينا هو فهمتي السيد اللي كنت كنت كنتصور مع بزاف الاسيده انا عرفتكم على ما كتسولوا نتوما تتسولوني على مهدي بزاف منكم تيسولوني على مهدي فين هو مهدي مهدي اللي كنتي كتباني معاه فينا هو فين وصلتي انت يوم مهدي ما بقاش كيبان معك مسحتوا تصاوركم مسحتوا لي فيديو ديالكم بزاف ديال الحوايج سو ما نقدرش نعطيكم
شي حاجه على الموضوع، لكن اللي بغي نقول لكم ان نفس البيرسون مازال، يعني باش نحاول نعطيكم شي حاجه. يعني انا كاين ناس يقولوا واش كاين دباز واش كاين، ما كاين لا دباز ما كاين لا والو، كانت فتره ديال الدباز بحال اي جوج وتخطينا الحمد لله. سو هو مازال وانا مازال، غير هي الحاجه اللي تبدلات ما بقيناش كنبارطاجيو صافي. انا جو نو بارطاج ريان، هو ما كيبارطاجي حتى شي حاجه. هذا راي خديناه بجوج بينا، يعني احتراما لينا بجوج هكاك. بوتيت في واحد البيريود غادي نوليو نحضر لكم ان شاء الله، وغادي توليو تشوفوا معايا في الفيديو ان شاء الله. شنو كتكرهي في راسك؟ الله يا اختي الله يا اختي هاي بابا. شنو كنكره في راسي؟ مزاجيه مزاجيه بزاف، ومثلا مثلا ما تنعرفش نخبي مثلا داك الانسان ما حملهش ما دايزليش، ما كنبقاش نتصرف معاه مزيان. اولا نقدر نقول له هكا شي كي كنقولوا حنا توي هادشي كلمات هكا مره مره نلوحهم له بحال هكا. دونك بحال هكا ديال الحاجه اللي ما كنبغيش في راسي. شنو كتخدمي من غير يوتيوب؟ شنو كنخدم من غير يوتيوب؟ كاين انستغرام، كاين يعني السوشيال ميديا عامه. كاينين الاشهارات بزاف منكم اللي ما تعرفوش انا الانستغرام كيدخل فلوس، راه فيه اشهارات. اليوتيوب ايضا، وايضا كنخدم مكياج للبنات يعني الناس عامه. وكتفقصنا وكنفقصها. علاش انتي بعيده على العرضات؟ العرضات زعما ما اوكي. بالنسبه لهاد الكيستيون هادي كتطرح عليا بزاف صراحه. صفاء ما كنشوفوكش لي زانفيرمون، علاش ما كيعرضوكش؟ علاش؟ بالعكس اي ايفيرمون تدار الا وان عندي انا في انفيتاسيون. اي مارك خرجات واحد البرودوي جديد كي انفيتوني انا، كتكون عبير براني، كلشي كلشي كيكون. يعني انا نعطيكم بلي نور كلشي كيكون. غير هو انا عجب القوت، انا ما عنديش مع دوك لي زيفيرمون، يعني ما كيعجبونيش داك يعني البلاصه اللي فيها الناس بزاف. راه كاينين نتوما بحالي، كاين شي نوع اللي بحالي، البلاصه اللي فيها الناس بزاف ما كتعجبنيش، ما كنرتاحش فيها، وفي نفس الوقت ما بقاتش عندي لونفي باش نتعرف على ناس جداد. ما عنديش لونفي، يعني صافي بغيت نبقى في نفس البلاصه اللي انا كنعرف فيها دوك لي ناس الناس اللي كنعرف. وفي نفس الوقت نقول لكم واحد الحاجه، بعض المرات كنبغي نمشي لشي ايفينمون، واول حاجه شنو كندير؟ كنشوف شكون هما لي زانفيتي فيه. دونك اون فوا كنشوف شي انفيتي ما عنديش معاه، اولا غادي يبقى يتعجرف عليا، اولا وانا من النوع اللي متواضعه، يعني كنهضر هكا شعبيه كنضحك هكا. دونك داك الالي با وديك نانينا نا وداك البزيطمات هنا والتليفون هنا ايفون وهنا، ما عنديش مع داك الشيء. انا نقدر نقول شي كلمه خايبه شي وحده الا شفت بحال هكا كتصرف معايا. فمن الاحسن انني انا ناخذ ثقه ويبقى زوينه في عين الناس وما ياخذوا ثقه. هذا ما كان اوكي. فاش كتدعي فشي حاجه وكتحقق كيفاش كتحسي؟ البكا ويلي البكا نحس بالبكا. مسكينه كيزلي على الايمان. لا بصراحه فاش كنكون مثلا شي حاجه كندعي ديما تنقول يا ربي تحقق لي يا ربي هادشي وقع يا ربي، وطق وقعت ما كنتش ضربه على حساب. فريمون كتحسي بالبكا، تقولي انا مقصره مع الله. يعني بصراحه كاملين مقصرين معايا، يكذب عليك شي واحد يقول لك انا ما مقصرش، سكتي لامك. يعني كتحسي براسك مقصره في صلاتك، مقصره في ايمانك، مقصره بزاف الحوايج، ولكن في نفس الوقت تديري شي حوايج اللي وحدين في الايمان والمساجد ما تيديروهمش. فالحمد لله هذا ما كان. ورضات الوالدين ورضات. حاجه واحده اخرى بغيت نقول لكم بالنسبه للبنات اللي تيبغيو اي حاجه تيسر لهم وكيبغيو يعني يسهل عليهم الله، النهار داكشي اللي تبغيه لراسك تبغيه لواحد اخر، قسما بالله حتى بزاف الحوايج يتبدلوا لك في حياتك. والله انا كنقول لكم يعني بصراحه. وعاون الناس داك الخير كيدور ولا كيرجع. كنقول لكم صراحه شتي انا ما كنبغيش نقول هضره، ولكن كثرت ما كنصدق كنقول يمكن ديك الصدقه هي اللي ربي تيولي جازيني بها. وهذه الفكره اللي كنقول، يعني فاش كتقيد تعاوني واحد اخر مسكين محتاج وهذه، ما تقوليش انا عطيتوها شحال وشحال ولا لا هذاك ما بيناش فيه ما نعطيش. عطي من قلبك، يكون عنده ما يكونش عنده ماشي شغلك انتيا. وفي نفس الوقت اللي تبغي راسك قول يا ربي كما كتسهل عليا يسهل على واحد اخر. وانا هذه الدعوه تندعيها بعدا مع راسي، تنقول يا ربي تسهل على جميع المؤمنين جميع المسلمين اللي قلبو زوين بحال هكا، وتشوفي الا ما تبدلاتش حياتك. إذا تعرضتي للخيانة واش كتسامحي؟ الله الله. بالنسبة للخيانة صراحة نقدر نقول لكم على حساب الظروف، هذه أول حاجة. إلا خنتك سكتي لماك عاوتاني، المهم ماما كتشوفها تقول لك هذاك غما.
الحاجه اللي نقول لكم انا هي على حسب الظروف. كاين بعض الخطرات اللي تتكوني تتهمني داك الانسان لدرجه صافي حنا رحنا بشر محتاجين اشنو؟ ما محتاجينش الفلوس ولا محتاجين الاهتمام، فهمتوا؟ كنهضر على الانسان اللي مزيان كيكون محتاج الاهتمام، يعني فاش كيمشي له مثلا هذا الطرف مابقاش كيهتم بيا راه غادي نلقى واحد لوطر كوتي اللي انا مكنتش ضابه له الحساب غادي يهتم بيا صافي. هذا ما كان. ولكن بالنسبه لنبقاو في السؤال قلتي تسامحي ولا ما تسامحيش، نقدر نجلس انا وياه نناقشوا الامر، علاش هادي علاش هادي، الا شفت انك يهضر بجديه واعتذر بجديه من قلبه غادي نعطي فرصه واحده اخرى. وديما ديروا اونتر بارونتيز الله كيسامح، فمن انت اللي ما غتسامحش؟ هذا ما كان. يس بيبي. واش كتخلصي على اللقاءات الصحفيه؟ لا ما عمرني تخلصت على شي لقاء صحفي، واخا درت بزاف صراحه، ولكن ما عمر هكا زعما عيط لي شي راديو اولا عيطات لي شي شنو سميتهم هذوك قنوات، لا ماشي قنوات، اذاعات وقلت لهم مثلا شحال تعطيوني ولا عطيوني القد والقد باش نجي او عاودي تخلصي دوري مع اختك. لا وكاينين شي وحدين اللي ما تنقبلش منهم لقاءات اللي نعطيكم اونتر بارونتيز بحال شوف التيفي شي حاجه اللي تنكرهها. وصراحه كانوا خطره وحده كنا في واحد ليفينمون في لوطينيت وكانوا هما حاضرين ويلا هو مسكين السيد دار معايا الميكرو بحال هكا وانا نحيدو سلو امبوسيبل. علاش انا نهضر في حاجه زوينه يحيدوا الحاجه الزوينه ونكتبوا له شي تخايب وخليوا الحاجه الخايبه؟ اخيب انا ما كرهتش كون ديك الباج ديالهم اولا القناه ديالهم تحيد، ولكن الناس باغينهم ماشي هذا الحال زعما هما كيطلعوا بوحدهم الناس اللي كيطلعوا. والديك عمرهم عارضوك؟ لا ما عمر والديا تفكرت انهم عارضوني في شي حاجه لحد الان، لا ما عارضوني في والو. شنو اهم حاجه ديريها لوالديك ولا باغا ديريها لوالديك؟ صراحه كاين بزاف سورتو كتبقاي تقولي يعني داروا على وداك وفعلوا على وداك وهادي وهادي، فكاينين بزاف الحوايج. اهم حاجه بالنسبه ليا يعني كبنت ما توسخيش سمعه والديك، كبنت ما نقولكش ديهم للحج، ما نقولكش انا ما نجيش نكذب عليك داك الزواق ديال ديهم للحاج ديري لهم هادي ديري لهم الا كانت عندك ديري لهم، ولكن اللي نعطيك الرساله اللي نعطيك سورتو في هذا الوقت هذا اللي حنا فيه هو ما توسخيش الصوره ديال والديك. علاش كامل ساهلين بينا نغلطوا ساهلين بينا نمشيو نضحكوا نشطوا نمشيو شي بلايص اللي ما نعرف، ولكن لا علاش؟ لان اي حاجه انا نقول لكم شحال من بلان جاني شحال من خدمه جاتني ما كيحتاجش انني تنفكر فيها كندخل كنقول لهم لا. علاش؟ لان اول حاجه كنفكر فيها هي دوك جوج والدين صافي راه هي وقيله كنظني الحاجه اللي مخليني مصوفيه في الحياه هي يعني انني كنفكر لهم بزاف. لحقاش الوقت اللي كتبقاي تفكري لوالديك وكتقولي دابا انا لا وقعت شي حاجه كي غتولي الصوره ديالهم وداك الاب مسكين اللي كيمشي النهار كامل ويتدمر يبقى حاني راسو قدام الناس بزاف د الحوايج. دونك هذه هي الرساله اللي نقول لكم الوالدين ديالكم عمركم ديروا شي حاجه اللي تطيح من القيمه ديالهم ولا من الوجه ديالهم ولا حتى شي حاجه. ديما وحدي راسك اونتر بارونتيز راسك شرفك ذاتك كل شيء. دونك هذه هي الحاجه اللي نقدر نقول لك. عاد من بعد كيجي تخرجيهم تساريهم تعوضيهم على داكشي اللي داروا لك. اما الحاجه الوحيده اللي كتخلي الوالدين فرحانين سورتو اللي كانت عندهم البنت هي ما دير حتى شي حاجه وتخلي راسهم مرفوع صافي. شنو تنصحي البنات في اليوتيوب ولا على اليوتيوب زعما اللي بغاو يبداو يوتيوب؟ دونك بالنسبه للبنات اللي باغيين يبداو يوتيوب انا نقدر نقول لكم بداو، ولكن الا كنتي غتبداي على الفلوس راه كلها تفرتي الا الا بينتي ذاتك وممكن لحقاش دير الحاجه الحاجه الوحيده اللي في المغرب كتخليك تدخلي فلوس هي هي شوفوا طلعي في يوتيوب البهلان البساله العرا كلشي. انا الحمد لله ما عمركم شفتوني لابسه شي كبوط اللي هو معري، ما عمركم شفتوني كنقول شي كلام اللي ما هو ماشي هذاك، ما عمركم شفتوني كنحط دو نيمبورت كوا يعني غير باش نحط، فهمتوا بزاف ديال الحوايج. ف انا شنو ندير فيها تاني؟ ديري شنو ديري؟ نبقى كنتمشى لكم حسن اكل سكتي وي كنفكر قلت لكم ما تبقاش ديروا لي مونغوليا. قلت لكم الحاجه اللي نقدر نقول لكم انا اللي هي القناه ديالكم ديروها غير بشويه بشويه ديروها بالاحترام ديروا محتوى مبدل الا بغيتوا ديروا دي فلوغ لي فلوغ هما اللي مع قوانين جداد ديال اليوتيوب لي فلوغ هما اللي تيطلعوا بزاف للقناه نهار معايا فلوغ معايا نديكم نساريكم هنا نشريو هاد الحاله المهم بحال هكا.
تفاداو تجلسوا في الدار بزاف بحالي انا، ولكن انا ما عندي ما ندير، عندي ظروف اللي مخليني نجلس في الدار، عندي بزاف المسائل اللي مخليني نجلس في الدار، وان شاء الله قريبا غادي نخرجوا من هذا الروتين. انا اللي كيعجبني اكثر في اليوتيوب داك الريفيوز على بحال دابا دي ريستو دي برودوي، ماشي خصنا شي حاجه الواقع عندك اشهارات ديال التلفازه كيما راني كيعجبني. انا فكرت انني ندير لكم هكا ريفيو على دي ريستو، مثلا نبقى نمشي لي ريستو هنايا اللي كاين فاس، راه بصح كاينه شي وحده هنايا داين شنا يعني ما نوريكم واش زوين واش خايب بحال هكا، ان شاء الله غادي نديرهم لكم. عافاك عافاك تحمس. رايك في روتيني اليومي؟ اه يعطيهم دقه. اش من روتيني اليوم؟ شوما ولينا نحشمو نكتبو روتيني اليومي. حشمو اصلا نقول احنا مغاربه. شنو نقول لكم؟ شتي بحال هادوك راه انا كنظن ان المشكل ماشي ديالها هي، المشكل ديالكم نتوما. علاش؟ لان نتوما اللي كتطلعوا القناه، نتوما اللي كتطلعوا الفيو، نتوما اللي كتطلعوا لي لايك، نتوما اللي كتطلعوا لي كومونتير، نتوما اللي كديروا لي بارطاج في السوشيال ميديا. يعني كنقول لكم الصراحه، فإلا حنا شفنا واحد الفيديو اللي ما عجبناش شنو غنديروا؟ اول حاجه ديسلايك، اول حاجه. ثاني حاجه سينيالي الفيديو لانه فيه دي كونتينو ما محترمينش، ماشي غير ليكم ولادكم، راه مابقيتوش غير نتوما اللي كتفرجوا، راه ولادكم عيطوا لي. يعني اش نقول لكم؟ كل وحده كتشري كولون ب 600 ولا 400 وتتلبسوا تتلبسوا بلا مايو تطلعوا تقلبها وتقول لكم السيده حاطه، ولكن بلاتي راه كتبغيش تلبس بالكراطه معناتها راه حات كنتي ما نسيتيش السيده حاطه كوكوط وتطرقها لنا باللوز تقول لك شوفوني كي كنطيب، وكتبقى تصفر هي من التحت. حجمي كتأمني بالحب من اول نظره. اش كان بنام الحب من اول نظره؟ لا ما حدش اعجاب من اول نظره. اوكي صافي كتشوفي واحد الانسان كي فهمتوا، ولكن الا كنت مزوجه في السماء في السماء تلاقيتي الشما. سكتي سكتي انا كنامن بيبي علي لا. شوفوا نقول لكم، يعني واحد الانسان اللي كنشوفو عيني دات فيه الرق كتحاطه عليه، مع الوقت يمكن الا هضرنا عرفت عقليته وعرفت هادي عاد نقولوا الحب، لكن باش هكا من تقل ولا من تقل ولا حب، راه ما كاينش من تقل ولا حب، ما كاينش اشو من تقل ولا حب، عرفتي كي داير كي كاركتير هدرتو الشكره ديالو جد. يعني حب غير الشكل تقدر. لا اسكتي كيفاش كتقتصدي في الفلوس؟ الله اكبر الله نجي نحسب لكم شحال مليون خسرت. اقتصاد ونعم اما ما كنقتصدش، وعاد نتوما جبتو اقتصاد وانا حلقي تبدل. ما كنقتصدش وعاد مؤخرا كنفكر انني نولي نقتصد، يعني ماشي الحصاله الخنزير. تخيلوا تقدر تعطيني اليوم 30000 40000 50000 100000 مليون نخسرها اليوم ونرجع للدار. والله زبط نخسرها اليوم ونرجع للدار. والله ترجع فرحان. بارفو كتمشي لي غير في لي ريستو، تخيلوا كنجلس من هاد الريستو لهاد الريستو من هاد الريستو لهاد الريستو، ومن بعد كنهز داكشي الاونبورتي معايا للدار، وكنجي للدار كندوز البيم. ومهم وبعض الخطرات كتمشي لي في الحوايج، كتجيني واحد الكانه عن الحوايج ما نعاودش ليكم، وهي غير تجيك على الحوايج وما تجيكش على الماكله، تجيك على الحوايج وما تجيكش على الماكله. سو بالنسبه للاقتصاد انا ما عندي حتى شي طريقه للاقتصاد، ولكن ان شاء الله النهار غادي نعرف شي طريقه اللي غنبقى نقتصد بها غادي نبارطاجيها معاكم. صافي عجب مبدا الحياه قصيره والموت كدور يعني صافي. انا نقول لكم فكره، كنقول ندير اي حاجه في النهار، علاش ما ضمناش راسي غنعيش لا غدلي؟ غير هي هذا غلط، نورمالمون نعيش دابا ولكن نخلي وكاو نعيش لغدليه، فهمتوا؟ هادشي اللي خاصنا نبقاو نديرو، يعني نعيش دابا مثلا عندي 40000 نخسر 1000 و1000 تبقى لغدليه، فهمتوني؟ هادشي اللي اداره التنميه المستدامه. شكرا انيسه صفاء بيري، كنشكرك على هذا اللقاء. عندنا كيستيون ولا لا؟ ما عندكش سؤال ديالي انتينا انتينا الا الا ما تحققوش هاد الاحلام اللي عندك دابا في الدماغ، يعني شنو لاغتيرنت، شنو البديل، شنو دايره؟ يعني كاين شي بلان بي ولا كتمشي بلان ا ديما؟ صافي سو الا ما تحققوش اول حاجه غادي نقول فيها خير. تخيلوا ما عمرني تعصبت على شي حاجه ما وقعتش، مثلا دايره واحد البلان وما وقعش، والله ما كنتعصب، علاش؟ كنقول من الخير، ربي ما بغاش، واش انا غنتقاتل مع ربي عدو بلا مشتراجي؟ ما يمكنش، ربي ما بغاش يحقق لي داكشي الا واذا كان غياديني داكشي، داكشي ما كانش فيه خير. تعلموا تفكروا هكا ديما، وما تقولوش ما عنديش الزهر، كاينش ما عنديش الزهر، كل واحد ربي مكتب له واحد الحاجه في واحد النهار غتوقع له، يعني ديك ما عنديش الزهر وما ربي معايا راه كنسمع انا بحال هادشي الناس تنقولوه، كاينش ما عندكش. شنو نقول لك؟ النهار تعلمي داكشي اللي كتبغيه لراسك تبغيه لواحد اخر، ما وقعتلكش شي حاجه تقولي الحمد لله من الخير ربي بعدها عليا الحمد لله،
باغي ف يعني لما وقعوليش الاحلام اللي انا باغاهم يتحققوا غادي نشوف عاوتاني حاجه اخرى. انا ماشي من النوع اللي هنجلس تشوفي حاجه اخرى. عندي طموحات بزاف يعني ماشي ما يمكنش عندي حلم واحد ما يتحققش. عندي بزاف حوايج سلام يتاح بلون ا بي سي فهمتي ديما ضروري خصكم تكونوا ضاربين حسابكم. بصح هذا باش جاني دماغي شنو الحاجه اللي نديرها لك وما تقدريش تسامحيني عليها؟ نديرها لك ما نقدرش نسامحك عليها. تدي لي راجلي مسخوطه تدي لي راجلي اصغر مني من ديما ندير لك الشهر. ما كايناش ما كايناش والله الا باش نتابعو زعما فكري في حاجه هاكي امك ما كايناش كايناش كنقول لك انت بشويه ما كايناش ما كايناش يعني شوف انا كنتغنى انا وياها في الهضره كنبقاو نتقرطصوا في الهضره ولكن صافي ننسات يقيسهم شي واحد تقريدا على رقبتك الى يوم الدين ما سمحك لا انت لا الى كامله كنوجه لكم خطاب خاص باش ما نكونش هنايا ننوساتي اللي يقيسهم راه نجي نولي بغدادي مو نقول يا سيري بحالك ننوسات ننوسات سو الغزالات ديالي طولنا عليكم بزاف غير باش تتفرجوا على خاطركم. الحاجه اللي نقول لكم هي شكرا بزاف 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 تشوك 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 شكرا شكرا بزاف بزاف لكم الناس اللي تدعموني الناس اللي تبغيوني من قلبهم ايضا الناس اللي تكرهوني. ما كاينش ناس كيكرهوا كاين ناس ما عجبتيهمش وصافي ما هكاك كيكرهش. انا ما كاينش بنادم خايب كاين غير بنادم مسكين ظروف ماشي ظروف خلات لونطوباج ديالو راه انا كنظن انا ما كاينش بيرسون كيكرهك كاين خدم لك موقف اولا ما عجبتيهش فواحد النهار اولا ما جيش على المورال ديالو قانتو ولكن كيبقى متابعك حيت اللي كيكرهك راه ما تيتفرجش فيك ما صافي ليس طومبي فهمتو. المهم هذا ما كان نوبلي با انا كنت بارطاجي الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا والناس اللي بغيتهم يتعرفوا عليا ايضا. ما تنساوش لي لايك الناس اللي جداد الجرس وداك لو بوطون الاحمر بركو فيه باش نبقى ديما ديما نجيكم في التليفون نوتيفيكاسيون وصافي. خوتي كطلعي في التليفون؟ كنطلع في التليفون. انا مزينه كنتي طالعه في التليفون ربي ربي. المهم البنات ما نطولوش عليكم كنبغيكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.